ايه الاحسن في سوق العمل، التجاره والاقتصاد والعلوم السياسيه الاثنين موجودين في سوق العمل والاثنين عليهم طلب، ولكن انت حابب ايه؟ ده المهم، هو ده الفكره التي يجب انك تاخذها في الاعتبار، عدا ان قسم علوم سياسيه فرص عمله اقل بشويه بكتير من قسم التجاره وقسم الاقتصاد. هل ماستر اوف بزنس ادمنستريشن معتمده؟ لو هي من جامعات معتمده حكوميه تمام، ولكن ده اعتماد حكومي، الشهاده نفسها مش معتمده عالميا، حتى لو اخذتها من كامبريدج، جامعه كامبريدج الدوليه حتى لو فيها، هي شهاده طبعا دوليه ومعتمده لو من الجامعه الاصل وليس من جامعه واخده اسمها على الفاضي، ولكن فكره الاعتماد لازم تتاكد منها، اللي هو هي معتمده من المجلس الاعلى للجامعات ومن جامعه معتمده اصلا، هتكون شهادتها بالتبعيه معتمده. اما لو هي جامعه مش معتمده فهي بالتبعيه هذه الشهادات لن تكون معتمده ايضا. هل مجال المحاسبه يمكن انه يشتغل في منصب مدير اداره؟ ممكن طبعا، لان مدير اداره هو وصف وظيفي وليس مرتبطه بتخصص، فانا ممكن اكون في قسم المحاسبه خلاص مديري مدير قسم المحاسبه، طب مدير اداره قسم المحاسبه دي ليها كمان مدير اداره فهو ايضا من قسم المحاسبه، وكذلك التخصصات الاخرى. فده طبيعي، مش شرط انك تبقى مدير اداره انك لازم اداره اعمال، لا، لو انت في قسم المحاسبه او اي قسم ممكن انك الاداره بتاعتك تكون مديرها وانت من هذا القسم، بل يفضل، لان اكيد انت ماسك الاداره دي وفقا لتخصصك، فطبيعي ان كمان مديرهم هيكون من نفس التخصص. اداب قسم اثار روماني ويوناني، ايه مجالات شغلها؟ ممكن تشتغل في السياحه، ممكن تشتغل في الترجمه، ممكن تشتغل كذلك في الامور الكول سنتر لو انت لديك اللغه اليونانيه او اللغه الجريكيه ممكن انك تستخدمها، لو لديك القدره ممكن تستخدم ده في اكتر من مجال، ولكن لو الدنيا استحكمت ومفيش شغل اقلب يا باشا التخصص وادخل على اي تخصصات من تخصصات اداره الاعمال، تسويق، اداره الموارد البشريه، اي تخصص من ده ممكن انك تستخدم الامور دي، ولكن هيتطلب من حضرتك بعد ما تدخل هذه المجالات انك تعمل دبلومة او اي دراسات عليا في المجال حتى تستطيع انه يكون لديك هذا الامر من التحول. ممكن اسماء شركات التأمين الطبي في مصر، ابحث على جوجل هتلاقي شركات كتير، ولكن انا اقدر اقول لك اللي في بالي دلوقتي: عناية، اكسا، نيكست كير، اورينت، الاهلي للخدمات الطبية، ممكن كمان شركات زي ممكن المهندس للتأمين، ممكن ليها ديفيجن طبي، مصر التأمين الطبي، وهكذا هتلاقي شركات كتيرة، ولكن ده اللي جه في بالي. ايه اكتر فئة ليها شغل؟ كل الفئات ليها شغل، لكن الفئات المتميزة من كل مجال هي اللي بتجد شغل اسرع وبتجد العديد من الفرص، فحاول او حاول ان يكون لديك اهتمام بكيفية الابداع وكيفية الابتكار في مجال معين والاجتهاد في مجال معين، وربنا يكرمك عليه. ودايما الشغل بيجي للاشخاص الاكثر اهتماما بموضوع معين او بمجال معين وهم حابينه فبيبدعوا فيه بشكل افضل من الاخرين. بالنسبة للانترفيو الاونلاين للتدريب الطلاب في البنوك، لو جالك هذا الانترفيو يطبق عليه نفس الامور الخاصة بكيفية النجاح في الانترفيو العادي، حاول ان يكون عندك اهتمام بمظهرك، تلبس لكنك رايح، تلبس بدلة كاملة، ما تلبسليش قاعد بتيشيرت اصلا قاعد في بيتي، اهتم بجودة النت، اهتم بانك ترد على الاسئلة، اهتم كمان بانك يكون عندك اهتمام بليه انت مهتم ببنك السي اي بي، ليه انت حابب تنضم لينا، ليه انت الانشطة اللي كنت شاركت فيها في الكلية، ليه انت حابب تهتم بمجال البنوك. حاول كمان ان الاضاءة تكون كويسة، ما تكونش اضاءة بعيدة، حاول كمان ان يكون لديك اهتمام، ممكن يعملك تيست لغة انجليزية وده اكيد اونلاين، واي كيو التيست الخاص بيه النيوميريكال تيست، كل هذه الامور بيتم سؤالك عليها عن طريق اونلاين، فحاول انك تستعد ليها زي استعدادك للامتحان الفعلي. لو سمحت ايه الحكم الشرعي للوظيفة دي؟ المقصود وظيفة مراجع المطالبات التأمينية، انا مش شيخ ولا جهت افتة، من فضل حضرتك او حضرتك لو عندك اسئلة بهذا الامر تواصل مع دار الافتة المصرية وهيردوا عليك بخصوص الفتاوى، لكن ارجوكوا لا تسألوني على اسئلة مرتبطة بالفتاوى لاني لن اجيب عليها. انا في اولى معهد نظم معلومات اداريه، تنصحني بايه؟ هل في فرق ما بين المعهد والكليه؟ وهي مجالات الشغل في نظم معلومات، وينفع اشتغل امن سيبراني ولا ولا ايه الدنيا؟ هجاوب على اول سؤال بس، انصحك بيه، انصحك انك تركز في دراستك وانك يكون لديك اهتمام بالدراسه، وحاول انك اثناء الكليه تهتم بلغتك الانجليزيه جيدا، وبعد التخرج ان شاء الله تاخد دبلومه في المجال علشان
توازي وتعدل فكرة انك خريج معهد، لان في بعض الشركات والمؤسسات اول ما تبص على معهد بتتحسس كثيرا، تقول لك لا انا عاوز جامعة مش عاوز معهد. هل في فرق ما بين المعهد والكلية؟ انا عملت ده فيديوهات كتيرة بخصوص الموضوع ده، فارجوك شاهد هذا الامر. ايه مجالات الشغل؟ اتكلمنا برضك عن الموضوع ده، فحاول انك تبحث في السلسله الخاصه بنظم معلومات. ينفع تشتغل امن سيبران؟ نعم ينفع تشتغل، ولكن لازم انك اصلا تكون اشتغلت فيه وحبه علشان تقدر تبتكر فيه ويكون عندك نوع من انواع القدره على المنافسه، لان بنفسك خريجين الهندسه. فخلي بالك انا في تالت اعدادي ما شاء الله وهدخل سنه وبفكر ادخل اداره اعمال. انا اخترت في الثانويه العامه واهلي عاوزين ادخل اي حاجه غير اداره الاعمال. ما دام انت قررت انك تدخل اداره الاعمال وحاببها ادخلها، ولكن حاول انك كمان تقنع اهلك بده، وحاول ان دايما يكون عندك قدر من الاهتمام برغبه الاهل، ولكن ليس على مصلحتك. كلمهم وقول لهم انت ليه حابب ده، وانك ان شاء الله ربنا يكرمك في هذا المجال، ولكن لا تعادي اهلك او تعاملهم بطريقه سلبيه. لو سمحت انا جبت السنتين، انا في تالتة جامعة وجبت السنتين مقبول اللي فاتوا، والترم الاول من تالتة جيد، حاليا بذاكر عشان اجيب امتياز. في الغالب ان شاء الله يكون تقديرك جيد، وان شاء الله نتمنى ان يكون جيد جدا، ولكن في الغالب كده ما دام حضرتك جبتي اتنين مقبولين فالسنتين الجايين واحدة جيد تقريبا والتانية امتياز، ففي الغالب هيرسي على جيد، فربنا يوفقك ان شاء الله. ولكن لو كتب ده حاول ان ما تكتبهوش في السيرة الذاتية، لو جيد او مقبول اعلى من كده اكتبيه، غير كده اكتبي فقط انك اتخرجت من كلية كذا قسم كذا وبس. لو سمحت خريجة هندسة قسم كهرباء اقدر اخد كورس محاسبة وادارة اعمال واشتغل في بنك؟ يعني هندسة بعيدة قوي انك تاخدي كورس محاسبة وادارة اعمال، لكن ممكن تشتغلي في اقسام الهندسية داخل البنوك، ده هيكون اقرب لك من انك تدخلي قسم محاسبة وادارة اعمال، لانه اكيد هو بيبص كمان على الشهادة الرئيسية، فدي هتكون بعيدة شوية انك تشتغل او تشتغلي فيها. انا درست معهد اداره موارد بشريه، هل ادرس بعد اداره الاعمال واداره مكتبيه؟ يعني يناسب التخصصين اداره موارد مع اداره اعمال واداره مكتبيه؟ يعني اسوأ حاجه فكره التشتت، فكره ووجود نوع من انواع كثره التخصصات، ده من الامور غير المناسبه. يجب ان يكون لديك اهتمام بتخصص واحد ورمي الكورسات والشهادات عليه بدلا من هذا التشتت. فحاول انك تحسم انت عاوز ايه، بدل ما تاخد اداره مكتبيه غير مرتبطه باداره الاعمال، يعني حاول انك لا تشتت نفسك بهذه الطريقة، اختار تخصص واحد بدلا من هذا التشتت. لو سمحت انا محتار ما بين كلية التجارة قسم ادارة الاعمال وسياسة واقتصاد، ايه اللي احسن من حيث الشغل؟ الاتنين عندهم لديهم فرص عمل والاتنين بيشتغلوا، ايه اللي اقدر اشتغل بيه في اي بلد اروحها؟ الاتنين برضك بيشتغل في اي بلد اروحها، مش شرط مصر، لان الاقتصاد بس حاول انك تبعد عن السياسة. لو انت تدخل عاوز تروح اي بلد، لا ابتعد عن تخصص السياسة، حاول تركز في الاقتصاد، لكن بشكل ما الاتنين موجودين والاتنين ليهم شغل لو انت بتدور بره مصر، فحاول انك تركز على هذا الامر. الاتنين موجودين، واحنا عملنا الحقيقة شرح الدول ودول والمزايا والعيوب لكل حاجة، فحاول انك تشوف ايه الانسب ليك وايه اللي مش مناسب ليك. انا طالب في السنة الثانية، تنصحني بايه في فترة الجامعة؟ انصحك انك تهتم بدراستك، انك تخرج باكبر تقدير، انصحك بالانشطة الطلابية عشان هتساعدك انك تنمي من نفسك، انصحك انك تهتم باللغة الانجليزية جدا، انصحك انك تهتم ببرامج الاوفيس وتتعلمها وتتقنها بشكل كبير جدا. دي الحاجات اللي انصحك بيها، وان شاء الله دي اللي هتحاول انك تخرج بيها تساعدك كتير انك تجد فرص عمل ومستقبل مبهر باذن الله. لو سمحت انا عندي سؤال، عاوز اعرف اسماء جميع المجالات اللي اقدر اشتغل فيها في السيلز ومستقبلها يكون افضل، لان معرفش غير التسويق العقاري والاساس ومجال الطب. طبعا السيلز مفتوح جدا في اكتر من مكان، من اول اللي بيبيع خطوط موبايلات، للي بيبيع موبايلات، للي بيبيع زي ما قلت العقارات، للي بيبيع كل امور السيلز، من اول البياع اللي قاعد بيبيع طماطم في الشارع ده بيبيع، لغاية اللي بيبيع شرابات. فكل حاجة او كل منتج ممكن ان يكون ليه سيلز او مبيعات خاصة بيه. ايه هو اللي يناسبك؟ مفيش حاجة افضل او اسوأ، الموضوع بيعتمد على الشخص وعلى فكرة البيع، انت افضل في ايه ومش افضل في ايه. ففي حاجات كتير قوي قوي لازم ان حضرتك تحدديها المجال ده، وده بيجي بالتجربة، تجربي كل المجالات دي وتشوفي الانسب ليك واللي بتمشي فيه، وربنا يكرمك باذن الله تعالى. انا عملت عملية تعديل الحاجز الانفي وكانت القرنيات الانفية متضخمة، ودكتور كوايا عملت عملية تعديل حاجز ودكتور وضع لي دعامات، لكن لا يزال انفي محتقن ومسدود برغم ان عملت العملية قبل 16 يوم،
والدكتور قال لي بسبب الورم أنفك محتقن وبمرور شهر يتحسن وضعك. من الطبيعي جدا إن يكون في هناك نوع من أنواع التورم أو الاحتقان بسبب إن العملية مجراة في هذه المنطقة وبتختلف من شخص لآخر، ولذلك فكرة إنها متضخمة ده طبيعي. فكرة إنها 16 يوم، 16 يوم مش معيار أو حكم، فحاول إن يكون عندك قدر من الصبر وتابع مع الدكتور بشكل مستمر، ولو أنت شاكك حاول إنك تذهب بدكتور آخر علشان يتابع الحالة ويبص عليك ويتأكد من إن المعلومة صحيحة. أنا عندي 35 سنة وصيدلي، هل في فرص لشركات التأمين الطبي؟ طبعا في فرص. إيه كورسات ممكن تفيدني؟ في فرص. حاول بس إنك تقدم على شركات التأمين الطبي في أقسام المراجعة، أقسام الموافقة الطبية على الأدوية، هيقبلوك إن شاء الله. حاول إيه الكورسات المطلوبة منك؟ أهم حاجة إنك بس تكون سريع على الكمبيوتر ولديك القدرة على الاهتمام بمجالات التأمين الطبي، وإحنا الحقيقة عملنا شرح للتأمين الطبي فأرجوك شاهده، هيساعدك كثيرا جدا على إن المصطلحات تكون عندك. ابدأ ولو في شركة غيرة وإن شاء الله تنطلق منها من الشركة الأخرى، كل هذه الأمور هتساعدك بإذن الله تعالى. أنا في فرقة تالتة وكل سنة بجتهد وبيطلع عيني في الامتحانات وبتفاجأ بإن التقدير جيد، متحصرة على مجهودي، خايفة ما تقبلش في حاجة. لا إن شاء الله تتقبلي ما دام خريجة جيد، إذ كنت بقول إن خريجين مقبول إن شاء الله فرصهم موجودة وربنا يكرمهم، لكن خريجين تقدير جيد بالمناسبة بيجدوا فرص عمل كثيرة جدا جدا، ولا يوجد أي خوف. ركزي بس في دراستك وإنك تخرجي من الكلية، مفيش داعي للبكاء على الأطلال، ركزي إن شاء الله وبإذن الله ربنا يكرمك وتتخرجي بيه تقدير مرتفع، ولو لم يوجد واتخرجت بجيد ليست نهاية الكون وهتجدي فرص عمل، لكن من المهم لو اتخرجت بجيد ما تكتبيهاش في السيرة الذاتية، وإنك إن شاء الله تقدمي بإذن الله وتكتبي بس التقدير الشهادة بكالوريوس تجارة مثلا وفقط قسم كذا، ولا تكتبي التقدير ما دام جيد ومقبول أو مقبول. أنا في علوم إدارية وبفكر أتخصص في إدارة بنوك، في حاجة أعرف فيما بعد لما أشتغل في بنك هبقى موظفة أو الشغل فيما بعد هيبقى إيه؟ لو حضرتك علوم إدارية مش هتمسكي حاجة مرتبطة بيها، في الغالب هتشتغلي في خدمة عملاء أو صراف أو في الفروع، وفي بعض الأحيان ممكن ينقلوك إدارة موارد بشرية أو إدارة تسويق، مش بيكون حالك الاختيار وأنت حديثة الخبرة، فمش بيكون ليكي عملية الاختيار، أنت بتحدثي بتروحي تعملي مقابلات العمل وهم اللي بيعملوا لك أساين أو يختاروكي في الوظيفة التي قد تتناسب معاكي. أنا في إدارة أعمال بس في معهد عالي للعلوم الإدارية، هل ينفع أقدم على دبلومة محاسبة من أي جامعة حكومية؟ نعم ممكن إن يتم قبولك في أي دبلومات من الجامعات الحكومية، ولكن بيشترطوا إنك تجيب شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات إن هذا المعهد معتمد وموثق علشان يتم قبولك في الدبلومات والدراسات العليا. أنا في تجارة عين شمس وناوي اتخصص إدارة أعمال، هل في قسم إدارة أعمال في قسم محاسبة أو أي حاجة تخص المحاسبة؟ لا، ما دام دخلت قسم إدارة الأعمال لن يكون لديك أي قسم أو أي أمور مرتبطة بمجال المحاسبة، ولذلك ادخل في أمان لن تجد هذا الأمر. أنا قدمت على خدمة على البنك المركزي وكلموني ندخل الاختبارات للعمل في البنك المركزي. أنا الحقيقة ما عنديش اختبارات البنك المركزي، لكن أنصحك بلبسك كويس أو تلبسي لبس كويس جدا، أنصحك إنك تهتم باللغة الإنجليزية، أنصحك بإنك تبحثي عن البنك المركزي وتاريخه عشان لما يجي يسألوك عنه، أنصحك إنك تشوفي أسئلة الآي كيو والأسئلة العامة في اللغة الإنجليزية، وربنا يوفقك بإذن الله. من فضلك انا كليه تربيه سنه رابعه، عندي مادتين شايلهم في سنه اولى ولسه ما امتحنتش، وفي الترم الاول من رابعه عندي ماده ضعيفه ولا اعلم ان كان سترفع من هذا الترم او لا. السؤال، هل لو خدت الشهاده سيكتب بيها ان شايله مادتين لان اتاخرت في امتحان؟ لا، مش بيكتب في الشهاده انك شايل مادتين، بيكتب التقدير النهائي وسنه التخرج او الامتحان مايو او اغسطس على حسب التخرج كان امتى فقط، مش بيكتب انت شايل مادتين ولا الكلام الفارغ ده. طب انا مش بحب مجال الحفظ خالص بس بحب مجال ادارة الاعمال، اعمل ايه؟ انا لو اخدت كورسات محاسبة كاملة وتخصصت ادارة يكون فرصتي احسن؟ لا، يفضل انك تدخل ادارة الاعمال علشان ده هيكون مناسب ليك احسن ما تدخل قسم المحاسبة وتقعد فيها سنوات من عمرك وبعد كده تتخرج وتجيب شهادة دبلومة في ادارة الاعمال. لا، مش ده افضل حاجة. مادام دخلت مجال ادارة الاعمال معلش عصري على نفسك او عصر على نفسك ليمونة وادخل هذا المجال واحفظ، الحفظ ان شاء الله هيكون بالنسبة لك افضل من انك تدخل قسم المحاسبة والشهادة تطلع وفيها محاسبة. لا يفضل، مادام انت حسبت الموضوع من البداية خليك على ادارة الاعمال وربنا يعينك.
انا حابه او محتاج ادخل كليه رياده الاعمال او حاجه في نفس الاتجاه ومش عارف اعمل ايه. كليه رياده الاعمال مش موجوده في اكثر الجامعات للاسف لانها لسه تخصص جديد. ففي الحاله دي حاول انك تدخل كليه اداره الاعمال وهي تكون متوفره عندك وقريبه منك، وبعد التخرج ان شاء الله ممكن تاخد دبلومه في رياده الاعمال ودي موجوده، او ممكن كمان تقرا عن مجال رياده الاعمال. المجال ده محتاج لغه انجليزيه عاليه، فحاول انك تقرا الامور والكتب باللغه الانجليزيه، هتساعدك كثيرا جدا جدا انك تطور نفسك في مجال رياده الاعمال. ايه الكورسات اللي ممكن اخدها عشان اشتغل بره المدرسه؟ ممكن مكتبه عامه وكده. لو حضرتك خريج اداب مكتبات ووثائق، حاول تهتم باللغه الانجليزيه، حاول تهتم بكورسات الكوميونيكيشنز سكيلز او مهارات التواصل، حاول تهتم بالكورسات المرتبطه بكيفيه التنظيم. كل الامور دي هتساعدك انك تجد فرص عمل باذن الله في مكتبات عامه. لكن حاول ان يكون لديك قدر من الثقافه ايضا، لانه بيبقى مهتمين جدا للشخص اللي بيشتغل هذه الشغلانات ان يكون ايضا شخص مثقف مهتم بالمجال، وليس شخص واخدها سبوبه وخلاص، عشان عارفين اللي بيبقى واخدها سبوبه وخلاص هيخربها خالص. ايه الافضل، المحاسبه ولا التجاره الخارجيه؟ ده بيرجع ليك نظرا لان الفرق حول المحاسبه والتجاره الخارجيه فرق كبير، فحاول انك تختار وتسمع المزايا والعيوب اللي احنا عملناها عن القسم ده والقسم ده حتى تستطيع انك تصل ايه هو الافضل ليك. لكن بشكل عام المحاسبه بتركز على الامور المحاسبيه، والتجاره الخارجيه بيكون فيها اقتصاد وجزء مدمج للاقتصاد والتجاره الدوليه. فده من الحاجات اللي انت لو انت مش مهتم بمجال المحاسبه اعتقد انها تكون مناسبه ليك. اما عن فرص العمل فالاثنين موجودين وكل الامور موجوده باذن الله، والاثنين بيتم قبولهم في البنوك بالمناسبه. باي لغه ندرس اداره الاعمال؟ على حسب الجامعه، على حسب الكليه، في اقسام لغه عربيه وفي اقسام لغه انجليزيه على حسب الجامعه بتاعتك. لو انت بتدرس باللغه العربيه ادرس، لو انت بتدرس باللغه الانجليزيه هتدرسها باللغه الانجليزيه. من ضمن الأسئلة، بسبب البابل شيت المواد بقت محتاجة إدارة الأعمال، موادها بقت محتاجة فهم أكتر من الحفظ، لأن كان زمان مش معتمد على البابل شيت. نعم أتفق معاك إن البابل شيت توفر كثيرا من موضوع الحفظ، ولكن ما زال مجال إدارة الأعمال من المجالات اللي فيها حفظ كثير. بالمقارنة مع مين؟ بالمقارنة مع مجالات زي الاقتصاد وزي المحاسبة وزي الإحصاء بالتأكيد. انا خريج كليه تجاره قسم اداره اعمال وبحب اداره الاعمال جدا، يا ريت اعرف اخد كورسات فين وايه مجالات العمل والشركات في التخصص ده. احنا الحقيقه اتكلمنا عن مجال اداره الاعمال في اكثر من سلسله فيديوهات، اتمنى ان حضرتك تشوفها لانها هترد على كل استفساراتك. بالنسبه ليك اخد كورسات فين؟ احنا قلنا اكثر حاجات بنركز عليها اللغه الانجليزيه ومهارات الاوفيس، دول اكثر الحاجات التي يجب انك تهتم بيها. تاخدها فين؟ هتلاقيها على الانترنت. واللغه الانجليزيه مش لازم تاخد كورس، لا لازم انك تاخدها كانك بتتعلم تعليم مستمر. ايه هي مجالات العمل؟ اتكلمنا عن المواضيع ده، اداره الاعمال حاجات كثيره جدا، اداره التسويق، اداره الموارد البشريه، الاداره الماليه. انت حابب ايه ولازم انك بعدها تقدر تحكم في القرار اللي انت حابب تدخله. الشركات طبعا في كل الشركات موجود ده. مرة تانية شاهد او شاهدي الجزء الخاص بهذه السلسلة ادارة الاعمال هيرد على كل اسئلتك بخصوص هذا المجال. ايه رأي حضرتك في قسم ادارة الاعمال تخصص الانتاج والمشروعات الصناعية؟ وايه مجالات العمل فيه؟ طبعا ادارة الاعمال تخصص الانتاج هو هيبقى اكتر مرتكز على فكرة المصانع والاماكن الخاصة بالتشغيل، الاماكن الصناعية والمشروعات الصناعية وخلافه. مجالات العمل طبعا هتكون اوبريشن او عمليات في تلك المؤسسات. انا شايف ان ده هيكون مناسب اكتر للناس اللي حابين يشتغلوا في المصانع والمؤسسات الصناعية. إدارة الإنتاج ولا يغلب الحياة على العديد من المنشآت دي، بتلاقي كتير جدا من المنشآت، فدي ليها ميزة كبيرة جدا إنك ممكن تشتغل في أكثر من مكان، أكثر من مصنع، مش هتشترط في مصنع معين، ممكن مصانع زيوت ومصانع إنتاج ورق و لأنك ماسك البرودكشن من حيث الإنتاجية وكيفية إدارتها بكفاءة. إيه هي الكورسات المطلوبة؟ أنا شايف إن أنت ممكن تاخد حاجات زي الستة سيجما، زي الحاجات المرتبطة بالإنتاج الجاست ان تايم، الحاجات المرتبطة بالإنتاج الستة سيجما، البي ام بي، كل هذه الأمور من الحاجات التي يمكنك إنك تستخدمها وتساعدك في تطوير نفسك. لكن أنا شايف الأهم إنك الأول تدخل المجال ده وتحبه، لأنه مجال الحقيقة في العمل في المصانع ليس سهلا، ولذلك حاول إنك تعرف بأن هذا الأمر يحتاج منك أو منك إنك تدخل أول المجال علشان تستطيع إنك تحكم هل هو يتناسب معك أو لا. ومجالات العمل متاحة في العديد من المنشآت الصناعية والإنتاجية.
عاوز شركه كبيره قدم فيها شؤون قانونيه، وظف ولينكد ان هيساعدوك انك تبحث على اكثر من وظيفه في هذا المجال. ابحث ودور بنفسك، هتجدي ان شاء الله هذه الوظيفه التي تتناسب معاك باذن الله. عاوز اعرف الفرق ما بين القسمين اللي موجودين في كليه تكنولوجيا الاداره ونظم المعلومات. حضرتك تقصد الفرق ما بين نظم معلومات الاعمال ونظم وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة إن نظم معلومات الأعمال هي بتدرس المعلومات المؤثرة على الأعمال، ولذلك بيتم تدريسها في الغالب في كلية التجارة أو الكليات الخاصة بالأعمال لأنها مرتبطة بالمجالات التجارية. بالنسبة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، لأ ده بياخد التكنولوجيا نفسها، المعلومات من حيث المعلومات، فده مرتبط أكتر بالآي تي، مرتبط أكتر بالحاسبات. يعني أنت داخل في حتة قسم اي تي او قسم حاسبات وليس الاقسام الخاصه بالاعمال او التجاره، ولذلك ده الفرق المحوري ما بين ده وده. لو سمحت معايا، امتحان في سؤال اختياري بيقول عندما يتسلم مدخل البيانات من مصادرها فانه يقوم بادخال البيانات وتحديثها مراجعه البيانات والتحقق منها ثم ادخالها مع العلم بان البيانات من مصادرها، هل الحل يقوم بادخال البيانات وتحديثها ولا ايه؟ عندما يستلم مدخل البيانات، ما دام البيانات تم استلامها من المصادر الخاصه بها فالطبيعي ان هو بس بيقوم بعمليه الادخال البيانات ومش بيقوم بعمليه التحديث ليها، الا لو طلب منه هذا الامر. فيعني على حسب المصدر، هل هو مصدر موثوق ولا مش مصدر موثوق. احيانا بيكون البيانات من مصادر غير موثوقه فيجب على مدخل البيانات ان هو يراجعها ويفلترها وينظمها قبل ما يقوم بعمليه الادخال ليها. كم راتب موظف التحصيل يقصد التيلر في البنك؟ على حسب البنك وعلى حسب المؤسسة، في بنوك بتدي 3، في بنوك بتدي 4، في بنوك بتدي 5 و5.5، على حسب البنك وعلى حسب سنين الخبرة بيختلف المرتب لموظف التيلر. لكن بشكل عام لو انت لسه موظف حديث الخبرة، على حسب البنك، لو هو بنك كبير شوية بتاخد من 4.5 ل5.5، لو بنك متوسط بتاخد من 4 ل3.5، لو بنك قليل خالص بتاخد 3000 جنيه او 3.5، وده من البنوك القليلة والفقيرة اللي بتبقى موجودة في السوق. ازاي اعرف ان الدواء مش مغطى كموظف برفع الموافقات الطبية؟ لو حضرتك اللي بتصدر الموافقات الطبية في شركة التأمين الطبي هتعرف ده، لان بيبقى فيه تيبل اوف بنفيتس او جدول المزايا. كل شركة متعاقدة مع شركة التأمين الطبي بتبقى موافقة على حاجة ومش موافقة على حاجة. انا مثلا شركة اكس، انا بوافق للموظفين بتوعي على انه يصرفوا فيتامين د. في شركة تانية تقول لك لا، انا ما اصرفش على الفيتامين او الفيتامينات للموظفين بتوعي. فنعرف منين؟ المفروض لو انت جات لك شركة اكس دي اللي بتوافق، انت اوريدي عندك الورقة اللي مكتوب فيها الحاجات المتغطية، الفيتامينات مثلا بانواعها مغطاة، فانت كدكتور هتوافق. الشركة التانية لا، فانت اول ما بيجي لك الموافقة الطبية بتشوف هو تابع شركة ايه، بتطلع جدول المزايا، وانت طبعا مع الوقت تبقى عارف ايه اللي متغطي وايه اللي متغطي، فمع الوقت هتتخلص من هذا الورق. ولكن ما تخافش، ده وظيفة السوبرفايزر ولازم ترجع له في الامور دي لغاية لما تتعود عليها باذن الله تعالى. ازاي بنقدم اصلا في البنوك؟ عن طريق القوى العامله او عن طريق موقع البنك. مفيش قوى عامله خلاص، المواضيع دي بقت من الماضي. حضرتك بتدخل على موقع البنك، بتدخل هتلاقي فيه ركن اسمه الوظائف او الكارير، بتدوس عليه بيفتح لك تابه كده فيها الوظائف. اغلبيه المواقع الخاصه بالبنوك بتشترط انك تعمل صفحه عليها وتحط السي في وخلافه، فلازم تعمل كل البيانات دي وتملاها، وكل وظائف يتم الاعلان عليها تقدم عليها، وربنا يوفقك باذن الله عن طريق هذا الامر. تابع المواقع بشكل مستمر ودايما يكونوا عندك، وكل يوم تدخل عليها تبص في اعلان جديد ولا لا علشان تقدم عليها بشكل سريع باذن الله. لو انا خدت دبلوم وكورسات كتير، مثلا 3 سنين دراسة في معهد وكورس بيشغلوني زي ما بيشغلوا خريج الجامعة، زي ما اتكلمنا المقارنة ما بين المعهد والجامعة شرحناها في اكثر من فيديو فارجوكم تطلعوا عليه. ولكن بشكل عام نعم طبعا فرص المعهد والاكاديميات موجودة في سوق العمل، ولكن حاول بعد التخرج تعادل ده بدبلومة من جامعة علشان يكون لديك اهتمام بمجال معين وترمي فيه شهادات وكورسات وربنا يكرمك باذن الله. لو سمحت، لو انا عاوز اشتغل في البورصه ادخل قسم ايه بس يكون قسم مصاريفه مش عاليه؟ الحقيقه ان العمل في البورصه في الوقت الحالي محتاج اكثر من مهاره فكره الشهاده، لان العمل في البورصه بيحتاج منك انك تجتهد في اكثر من موضوع. من الكليات اللي متاحه في الوقت الحالي كليه زي الـ FMI، وهي من الكليات المتخصصه في مجالات الاسواق الماليه.
لكن هذا الموضوع من الموضوعات اللي مصاريفها غالية، فلو انت المصاريف دي بالنسبة لك غالية او القسم مش متوفر عندك، فممكن تدخل كلية التجارة قسم اقتصاد او قسم الاقتصاد بشكل عام، ومنها ان شاء الله بعد التخرج تاخد دبلومة في الاسواق المالية، وكذلك ممكن تاخد الشهادات المرتبطة بمجال البورصة، وطبعا CFA، وربنا يكرمك بإذن الله وتجد عمل في البورصة، وانت كده دفعت مصاريف قليلة، ولكن بعد التخرج هتبقى محتاج تاخد شهادات مهنية بمبالغ مرتفعة، فساعتها ان شاء الله لما تشتغل توفر وتجتهد انك تاخد هذه الشهادات، هتفرق معاك جدا. لو انا في كلية بيزنس تخصص محاسبة، هل ينفع اقدم ضباط متخصصين؟ نعم ينفع، وفي الغالب لما بيطلب ضباط متخصصين بيبقى طالب تخصصات بعينها زي تخصص المحاسبة، وبيبقى مطلوب كمان. لو سمحت، لو حد خريج تربية احياء ومش بيحب التدريس بسبب النظرة المتدنية للمدرسين وبفكر يكمل في علوم ويعمل معادلة لمدة سنتين عشان يوسع فرص العمل، تنصحه بايه؟ خاصة لو بنت ومتخرجة من سنتين وحابب ان هو يعمل معادلة، ليه لا، ما تعملي معادلة للعلوم، ساعتها هيساعدك كثيرا في هذا الامر ان يكون لديك القدرة على العمل في مجالات العلوم، وهيفتح لك ابواب رزق كتيرة جدا جدا في معامل التحاليل، في شركات التأمين الطبي، فانا مع هذه الخطوة خاصة لو انت مش بتحبي مجال التدريس. لو دخلت قسم احصاء هقدر اشتغل فيه؟ تشتغل في اماكن كتيره، شركات التامين، تقدر تشتغل كمان مدرس لقسم ومواد الاحصاء والرياضيات، تشتغل في حاجات كتيره جدا، ولكن شغل التامين والشغل الاكتواري من الحاجات المهمه جدا اللي هتجد ليها فرص عمل كتيره جدا، خاصه في شركات التامين اللي بتبقى عندها طلب كتير لهؤلاء الافراد. هل لو بقيت تيلر او خدمه عملاء في بنك هفضل تيلر طول حياتي؟ للاسف بيكون هذا الامر هو الموجود في الغالب. لو دخلت الفرع بتدخل بتلاقي ان هذا الموظف قعد سنين طويله في هذا المجال واشتغل من اول حياته تيلر وفضل في هذا المجال لغايه اخر العمر، ولذلك هتجد هنا ان الانتقال بيكون صعب الى ادارات داخليه، فحاول انك تعرف بانك هتترقى صحيح في الهيراركي بتاعتك، ولكن هتفضل على هذه الوظيفه. هل يوجد مصدر معتمد لدراسة الـ MBA؟ احنا اتكلمنا على فكرة الـ MBA، لو انت تدرسها في جامعة حكومية موجود، والجامعات الخاصة موجودة، ممكن انك تدرس فيها بشكل اونلاين او بشكل هجين، يعني شوية اونلاين وشوية فعلي. ما عنديش الحقيقة مصدر معتمد، في كل الجامعات عندها ده، لكن في بعض الجامعات بترفض فكرة الاونلاين ولازم انك تحضر بشكل مستمر. لو سمحت، لو شخص بقاله 10 سنين في الشغل في بنك مصر المرتب بيبقى في حدود كام؟ طبعا مرة تانية احنا بنقول ان ده بيعتمد على اكثر من حاجة، هو عقود قديمة ولا جديدة، درجته الوظيفية كام، لكن بشكل ما هو هتلاقيه بيلعب ما بين 11 ل 15000 جنيه، اعتقد ان ده هيكون يتناسب مع هذا الامر، ممكن اكتر ممكن اقل، ولكن حاجات بسيطة. لو سمحت، انا عاوز اشتغل في بنك اتخصص محاسبة ولا ادارة اعمال؟ الاتنين متاحين ولهم القبول في البنك، حاول انك تدور على تخصص انت حابه، ولكن مجال المحاسبة والادارة الاعمال من التخصصات اللي بيتم قبولها في البنك بالنسبة لحدثاء الخبرة. لو معايا دور ما اول وما دخلتش دور تاني، لو دخلت دور يناير واخد الشهادة دور يناير ولا دور مايو؟ الشهادة بتطلع في اخر امتحان انت امتحنته ونجحت فيه، فلو حضرتك خلاص كان عندك مادتين وامتحنت فيهم في دور اغسطس ونقل على سبيل المثال، خلاص الشهادة بتطلع بعد ما نجحت فيهم بدور اغسطس. طيب قررت انك ما تدخلش دور اغسطس وعدت السنة بقت مايو، بقى تدخل بدور مايو، فده بتعتمد على اخر انت امتحنت امتى ونجحت في ده، هيطلع الشهادة وفقا لده. ايه افضل الطرق لدخول مجال التسويق الالكتروني وما هي اقسام ومجالات عمله في الشركات؟ التسويق الالكتروني الحقيقة ايه افضل قسم، هتلاقي مجال او قسم التسويق لو ده متاح عندك هتعرف تدخل التسويق الالكتروني، لو ده مش متاح عندك مش لاقي القسم ده عندك ادخل مجال ادارة الاعمال، وبعد التخرج ادخل دبلومة في التسويق، هتساعدك كثيرا على هذا الامر بالنسبة للمهارات اللي يجب تفورها في الشخص ان هو بيحب التسويق، بيحب التعامل الاونلاين، بيحب فكرة البيع، كل هذه الامور هتساعده على فكرة التسويق الالكتروني. رأي حضرتك ايه، اداب حكومي ولا تمريض جامعة بريطانية؟ لو حضرتك معاك الفلوس تبقى تمريض الجامعة البريطانية هتكون عظيمة جدا، لان فرص عملها اكتر بكثير ومطلوبة جدا 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 في سوق العمل عن خريجين كلية الاداب. لو سمحت، ايه اهمية الشهادات الاحترافية في سوق العمل وما هي افضل نوع الشهادات المطلوبة؟ هل الشهادات المهنية ام الاكاديمية؟ لازم تكون اولا مرتبطة بمجالك على حسب المجال، مجال زي الاقتصاد مثلا معروف ان الشهادات الاكاديمية ليها اولوية،
ليه؟ لان الشخص جالب ماجستير اقتصاد دي ليها اهميه، لكن مجال زي مجال المحاسبه تجد انك حتى لو خدت دبلومات وكده، لا، الافضل انك تاخد شهاده زي السي ام اي، الشهادات المهنيه المرتبطه بالمجال. ولذلك حاول تهتم جدا تشوف المجال بتاعك ايه، ومن ثم تستطيع انك تحكم هل المجال ده هيناسبه شهادات اكاديميه او مهنيه. طب اعرف ده منين؟ ادخل على الوصف الوظيفي لاغلب الشغلانات المرتبطه بالمجال ده، وهتبص عليه هتجد الاعلانات التوظيف انك تكون حاصل على شهاده كذا، تاخد الشهادات دي تبقى انت عارف ان ده هي الشهادات المطلوبه في مجالك. ايه هي فرص عمل مرتبات الطبيب البيطري في شركات التامين الطبي؟ زي مرتبات الصيادله، لو تم قبولهم بيتم قبولهم حسب المرتبات الخاصه بالكادر للصيادله، هتجد انك نفس المرتبات بشكل ما يسري عليهم نفس ما يسري على مرتبات الصيادله. ايه هي المعادلات الرياضيه اللي متوقع انك تصادفها في مجال المحاسبه؟ مجال المحاسبه من المجالات اللي احنا قلنا ان فيها رياضيات، ولكن رياضيات محاسبيه، مفيش 1+1=2، مفيش فيها معادله فيثاغورس، لا، حاجات محاسبيه، تكلفه المخزون بتساوي تكلفه المخزون اول الفتره ناقص تكلفه المخزون اخر الفتره، كلام يعني بسيط جدا، ولكن محتاج فقط عقليه رياضيه، لانك لما تيجي تعمل الجداول هتقعد تطرح وتجمع، فده من الحاجات اللي بتبقى مطلوبة منك، انك تبقى انت عارف مخزون اول الفترة على الاساس المحاسبي كذا، احنا ساعتها هنحطه بطريقة معينة، طب لو هنتعامل باساس محاسبي تاني بالطريقة معينة، فبتبقى ليها كذا جدول وليها كذا قيمة، فده اللي متوقع انك تجده. ولكن لو بتسأل على معادلات رياضية وفيثاغورس وحاجات ومسائل رياضية لن تجد هذا الامر في تخصص المحاسبة. ما افضل قسم في ادارة الاعمال؟ ماركتينج، بيزنس، محاسبة. احنا عملنا فيديوهات على كل هذه الاقسام، فمن فضل حضرتك او حضرتك تبص على كل قسم. ونصيحتي ليك، مفيش افضل واسوأ ولا ترتيب من 1-3، سواء في الشغل، في فرص العمل، في المزايا والعيوب، في كل الامور دي، الامور بتعتمد على حضرتك وكيفية ما يمكن انك يكون مناسب ليك ولمنطقتك ولجهة عملك والعديد من الامور، وما الذي يمكن انه لا يكون متناسب معاك. فحاول دايما انك توسع الرؤية ولا تقتصر فقط على مجال او قسم معين مناسب او غير مناسب. ايه هو دور ادارة التسويق في البنوك؟ طبعا البنوك لازم يكون ليها براندنج، لازم يكون ليها صورة. الاعلانات اللي حضرتك بتشوفها، فكرة ان البنك بقى مميز، كل شوية اعلانات، الاعلانات والتسويق، الصفحة الفيسبوك اللي بتجذب العملاء وبترد على شكاواهم، البراندنج بتاع المؤسسة او البنك من الحاجات المهمة جدا. ولذلك التسويق بيلعب دور كبير جدا جدا في فكرة البراندنج او الدعاية للبنك بشكل وبصورة إيجابية، علشان الناس تبص لهذا البنك مصدر جيد، وإن هو من البنوك الجيدة، يجب إنه يكون لديهم اهتمام بهذه الصورة، وده عن طريق تعزيز صورة البنك. ولذلك هو بيلعب دور كبير جدا، وأغلبية البنوك لديها إدارة للتسويق قوية. لو سمحت حضرتك، مرتب محامي 4 سنين خبرة في الشؤون القانونية للفرع الرئيسي بنك فيصل الإسلامي يعتبر كام؟ يعني أعتقد لو 4 سنين بنك فيصل الإسلامي من البنوك اللي مش بتدي رواتب كبيرة، فأعتقد أنه قد يصل إلى 6000 أو 7000، أعتقد أنها تكون مناسبة لي في حدود ما أعلم، وليس إجابة دقيقة. ايه هي اماكن وجود كليه نظم معلومات؟ ابحث على جوجل، ابحث في الجامعات اللي قريبه منك، لان ده مرتبط بيك، ولكن في بعض الجامعات بتكون داخل كليه تجاره قسم نظم معلومات، وفي اخرين مش بتكون موجوده فيه، بيكون داخل كليه هندسه او قسم حاسبات ومعلومات، فاعرف كويس قوي هي ده عن طريق البحث، علشان انت تقدر تبحث عنه باذن الله. ايه هو حوار مرتبات التأمين الصحي الشامل؟ الحقيقة ان التأمين الصحي الشامل بقى من ضمن وزارة المالية، الحقيقة احدى المخصصات لوزارة المالية، ولذلك هتجد هنا ان مرتبات مرتفعة، ولذلك هتجد هنا ان هذه المنظومة جذبت ايضا العديد من العاملين في الشركات الدولية في التأمين الطبي، ولذلك هتجد هنا انها بتعطي مرتبات نوعا ما محترمة بالمقارنة مع المرتبات السابقة، ولذلك مرتباتها تعتبر مرتفعة وفي طور النمو والتقدم بإذن الله. بالنسبة لمصاريف قسم إعلام كلية الآداب، إيه هي المصاريف الخاصة بيه؟ ده سؤال. لو حضرتك بتدرس في جامعة حكومية، هي المصاريف الحكومية العادية، لا يوجد مصاريف إضافية، ولكن ممكن تكون مراجع هتشتريها من بره، أو ممكن يكون هناك نوع من أنواع الماتيريالز أو المواد اللي ممكن تشتريها، ولكن هي بشكل عام هي نفس مصاريف كلية الآداب. وبالنسبة للقسم ده عامل ازاي، فهي ده الفكرة الخاصة بالمصاريف، هي مصاريف الخاصة بكلية آداب العادية.
ايه هي متطلبات قسم المحاسبه ده؟ بيرجع للدوله او بيرجع للجامعه اللي حضرتك فيها، لكن بشكل ما هم بيشترطوا بس انك لو انت حابب تدخل هذه الكليه تجيب مجموع مثلا معين في التنسيق عشان تستطيع انك تدخل هذا الامر. لو تقصد انها داخل القسم الخاص بالتجاره، في الغالب بياخدوا بيشوفوا مثلا مجموعك في الاقسام الخاصه بالمحاسبه او مواد المحاسبه طوال السنوات السابقه علشان يقدروا يتحكموا هل هذا المجال هيكون مناسب ليك من عدمه. لكن المتطلبات بتختلف من بلد الى اخرى ومن جامعه الى اخرى ومن قسم لاخر، فحاول انك تسال عليها في الجامعه اللي انت هتدرس فيها. محتار ما بين ماجستير إدارة الأعمال وماجستير إدارة الموارد البشرية، أيهما أفضل وأكثر طلب بالسوق؟ مفيش حاجة أفضل وأسوأ، في أنت شغال إيه. لو حضرتك شغال في قسم الموارد البشرية بتشتغل حاجات مرتبطة بالإدارة الموارد البشرية، لا خد ماجستير إدارة الموارد البشرية لأنها متخصصة أكتر. لكن لو انت مش عارف الدنيا ماشيه معاك ازاي، لا يفضل انك تاخد معاك اداره الاعمال بشكل عام علشان انت تخصصك انت مش عارف لسه تحسمه، فده هيكون بالنسبه لك افضل لانك تتخصص في تخصص ضيق زي اداره الموارد البشريه عن تخصص اداره الاعمال بشكل عام. مصاريف حلوان 2021 كانت كام؟ اللي انا عارفه ان المصاريف بتوصل الى 16 و17 ألف جنيه، ولكن ده على حد تقديري، ولا استطيع ان انا اجزم التكلفه كانت كام تحديدا، ولكن هي بتلعب في الحدود دي لهذا القسم. ممكن اعرف بنك ابو ظبي التجاري بيبدا من كام في المرتبات؟ اعتقد انه بيلعب في سكه 4 لـ5.5، من 4 200 لـ5.5، اعتقد انه بيلعب في الحدود دي، ولكن طبعا ده مش متاكد منه، ولكن نوعا ما اعتقد انه بيلعب في الحدود دي. ممكن تعمل فيديو عن كورس السي ام اي وتكلفته والاماكن اللي ممكن ادرس فيها؟ ابحث على جوجل، ولكن نصيحتي ليك ان يكون عندك اهتمام ان الجهه تكون سورايزت او لديها سلطة أو لديها نوع من أنواع الابروف أو الموافقة من الجهة الدولية علشان ما تدرسش وتمتحن في مكان هو مش معتمد. في الغالب تكلفتها بتكون كبيرة، في الغالب محتاجة مذاكرة، ولكن ده للمجتهدين، فحاول أنك تجتهد. وفي بالمناسبة ممكن حاجات على النت شرح ليها لطيف جدا بالإنجليزي طبعا أكتر من العربي، فحاول أنك تدور عليها وتنزل الكتب وتدرس بنفسك، هتوفر كتير جدا من هذه المصاريف. ممكن تدخل على الامتحان على طول، لكن حاول نصيحتي ليك انك وانت بتبحث تتاكد ان الاماكن لديها نوع من انواع المصداقيه ولديها ابروفد او موافقه من الجهه المانحه. ممكن تكلمنا عن وظائف كليه بي اي اس داخل البنوك؟ في الغالب هيشتغلوا في نظم المعلومات او في اقسام الاي تي، او ممكن كمان يشتغلوا في الكاستمر سيرفيس او التيلر، يشتغل في الاقسام العاديه في الفروع صراف او خدمه عملاء، ممكن يشتغل عادي، ولكن ساعتها يشتغل كحديث الخبره ولا يشتغل بشهادته. من وجهه نظرك كليه اداره الاعمال ولا كليه رياده الاعمال افضل؟ ما يعني مفيش افضل او اسوأ، فكره اداره الاعمال بس انها تخصص عام، فلو انت مش محدد نفسك اختاره. لو انت خلاص قررت انك تدخل رياده الاعمال ادخلها، وحابب انك تكمل فيها ادخلها، ولكن انا نصيحتي ليك انك اذا لم تحسم قرارك من البدايه انت حابب تكمل في مجال ايه، خليك دايما عام، خليك دايما في اداره الاعمال، ما تتخصصش في حاجه جزئيه عشان ما تقفلش على نفسك الباب. نفسي ادخل اداره الاعمال بس انا فاشل في الرياضيات، هل لو دخلت ممكن افشل؟ لا، اداره الاعمال ما فيهاش رياضيات كثيره، واتكلمنا على هذا الامر في السلسله الخاصه باداره الاعمال. فلو انت فاشل في الرياضيات ادخل، لان ده يعتبر من التخصصات المناسبه ليك بعيدا عن تخصصات الاحصاء والاقتصاد والمحاسبه. هل في مصر في دراسة إدارة أعمال وإيه الجامعات؟ طبعا في مصر في العديد من الكليات اللي بتدرس إدارة الأعمال، سواء جامعات خاصة أو جامعات حكومية موجودة وبشدة. في الجامعات الحكومية كلية التجارة تجد فيها قسم إدارة الأعمال، وفي الجامعات الخاصة ستجدي أيضا العديد من الجامعات، ممكن ببحث على طول هتجدي في أغلبية الجامعات هذا التخصص، فابحثي واعرفي إيه الشروط. لو سمحت، هل قسم نظم معلومات في حاسبات ومعلومات بيقبل من ادبي زي اللي في تجاره؟ نظم معلومات اللي في حاسبات ومعلومات في الغالب بيقبل من القسم العلمي فقط، لان حاسبات ومعلومات بتقبل من القسم العلمي وليس القسم الادبي، فنظم معلومات اللي داخل حاسبات ومعلومات في الغالب هي من القسم العلمي وليست من القسم الادبي.
هل ممكن واحد في التسويق يشتغل في بنك؟ ليه لا؟ طبعا أغلبية البنوك في الوقت الحالي لديها أقسام للتسويق، ولذلك نعم أكيد طبعا متاح وهتلاقي موجود الشغل. ولكن لو حضرتك تقصد إن هو خريج تسويق وبيشتغل كحديث الخبرة، ممكن أيضا يشتغل كحديث الخبرة، ولكن هيشتغل ككاستمر سيرفيس أو خدمة عملاء أو تيلر أو في الفروع، وليس في القسم بتاعه في الغالب، لأن هذه الأقسام بتكون نسبة التغير فيها وعدد الموظفين فيها بيكونوا قليلين، فبيكونوا ثابتين لفترات طويلة. لو سمحت، هو اثناء التدريب في البنوك بنتعامل مع الاجهزه والتكنولوجيا بشكل كتير، يعني لازم اخد كورسات الاول واي سي دي ال مثلا. طبعا التدريب في البنوك دلوقتي بقى بتستخدم حاجات تكنولوجيا، دلوقتي لو دخلت اي بنك خلاص كله الكتروني، مفيش حاجات ورق وخلافه الا قليل. فحاول او حاول ان يكون لديك اهتمام بكيفيه الاهتمام بلغه الكمبيوتر، لغه الحاسب الالي، لو الاي سي دي ال هيطورك ادخليه، لكن حاول ان يكون لديك اهتمام بالحاسب الالي، لانه من النقاط المهمه جدا جدا واللي بتؤثر على اي مدى عملك ان شاء الله تعالى. هل اداره الاعمال هي اللي في معهد نظم معلومات اداريه؟ يعني نظم معلومات من الواضح من الاسم انها متخصصه في نظم المعلومات الاداريه، وده مختلف عن مجال اداره الاعمال، غير نظم المعلومات اللي بينشق منها نظم معلومات اداريه والعديد من نظم المعلومات الاخرى. فاداره الاعمال مختلفه عن نظم والمعلومات. هل الاكاديميات في مصر معترف بها في العراق؟ ده لازم تسأل فيه في العراق، لأن هذا الأمر يرجع إلى البلد اللي أنت بتسأل عنها وليس مصر. لكن اللي أنا عارفه إن الكثير جدا من الدارسين في العراق بيدرسوا في مصر، فده معناه نوعا ما إن هذه الشهادات معترف بها، ولكن يستلزم أيضا إنك تسأل في المجلس الأعلى للجامعات في العراق والجهة المناط بها هذا الأمر في دولة العراق الحبيبة. من ضمن الأسئلة، هل تقنية البلوك تشين تقدر تفعلها في إدارة شركة تجارية وما هي الفائدة؟ الحقيقة إن البلوك تشين هي من الأمور التي يمكنك إنك تستخدمها في العديد من المجالات، لأنها بتربط العديد من الأنظمة. لكن لو أنت شركتك صغيرة أو في طور النمو، لا يفضل استخدام تقنية متقدمة بمثل هذا الشكل، نظرا لأن بيكون ليها تأثير غير مردود القيمة، في الغالب هتكون غير مستفاد منها. انت في الغالب مش بتتداول شركتك في اكثر من بلد، شركتك او مؤسستك موجودة فقط في الاطار المحلي، في الغالب حجم اعمالها قليل، فحاول انك تديرها بانظمة ادارية حديثة، وخلي موضوع البلوك تشين ده لمنظمات اكبر من المؤسسات المتوسطة والصغيرة. هل تخصص اللوجيستيك والامداد يتطلب لغه انجليزيه قويه؟ نعم، يتطلب لغه انجليزيه قويه، لانه بيتعامل مع الامدادات والجمارك والامور المرتبطه بهذا الامر، ودي بتتطلب لغه انجليزيه قويه، فحاول انك تحافظ على هذا الامر. هل الدراسه في قسم علاقات عامه بالانجليش؟ لا، اللي انا عارفه ان لو كانت الدراسه بشكل ما بالعربي هتجد مواد بالعربي وماده بالانجليزي، لو الدراسه بالانجليزي هتجد ماده بالانجليزي، أغلبية المواد بالإنجليزي ومادة فقط بالعربي. ولكن العلاقات العامة لازم إنك تهتم باللغة الإنجليزية، لأنه طبيعي العلاقات العامة بتتعامل مع جمهور ممكن يتكلم عربي ممكن يتكلم إنجليزي، فحاول أو حاول إنك تهتم باللغة الإنجليزية لأنها مهمة جدا خاصة في قسم علاقات عامة. هل الشخص المصاب بدوالي الساقين بياخد رفض في الكشف باستمارة 111؟ مفيش رفض أو قبول، هي الفكرة إنه بيتم كتابته. الدوالي الساقين لو هي غير مؤثرة، وفي الغالب هي غير مؤثرة، لو موجودة أو كبيرة مش بتكون مأثرة على الشغل بشكل كبير، فربنا يوفقك. هل الكلام على الشركات التوظيف النصاب بينطبق أيضا على الكلام خارج مصر؟ احنا قلنا إن لازم تشوف الشركة أو المؤسسة، لازم ما يطلبوش منك أي فلوس للتقديم، لازم إن يكون عندك اهتمام بمعرفة الشركة. فنعم، هو ينطبق على داخل مصر وخارج مصر، يجب أن يتم الاهتمام بهذا الأمر وبطريقة جيدة. هل المجموع بيفرق في تدريب البنوك للطلاب؟ ممكن إن هو يسألك أنت تقديرك كام في السنة الأولى السنة تانية، علشان بس يعرف أنت طالب فاشل ولا ناجح، ولكن بشكل عام مش بيفرق كتير، لأنه عاوز طالب يكون عنده اهتمام بالأنشطة الطلابية، اهتمام بثقافته، اهتمام بقدرته على الدخول في البنوك وتعلم البنوك بشكل ما. فحاول ان يكون لديك اهتمام بهذا الامر في ظل الاهتمام بكيفية الاهتمام به. سؤال في تدريب البنوك، هل بيتم سؤالي على الحاجات اللي موجودة في السي في؟ طبعا، امال انت عامل السي في ليه؟ اكيد هسألك عليه، انت كاتب انك عملت انشطة طلابية، طب ايه هي الانشطة الطلابية انت شاركت فيها، وهكذا.
لو كتبت حاجه غلط في السي في ينفع اعدله، لو انت لسه ما بعتوش عدله وبعته، لو انت بعته خلاص مش هينفع تعدله. وحاول بقى انك لما يجي يتسال عليك هذا الامر حاول انك تظبط مواضيعك علشان ما يتم وجود احراج ليك. هل تخصص إدارة الأعمال هيجعلني مديرة أعمال؟ مش شرط، في مديرين أعمال ومش بيدرسوا إدارة الأعمال، بيدرسوا أي تخصص تاني أو حتى غير متعلمين. ففكرة مدير أعمال دي مش مظبوطة يعني، كمان مدير أعمال دي كلمة مطاطة جدا. لكن إدارة أعمال من الحاجات اللي بتخليك تدير الأعمال وبشكل صحيح، فإن شاء الله ربنا يكرمك وتشتغل في أكثر من مؤسسة وتبقى ساعتها مدير وأحسن مدير كمان. هل تخصص إدارة الموارد البشرية يمكن أن يساعدك في فتح سوبر ماركت أو ما شابه من محلات؟ الحقيقة إن السؤال ده سؤال مبهم شوية، لسبب، لأن إدارة الموارد البشرية بتستخدم العديد من الأمور. إدارة الموارد البشرية معناها إنها بتخليك تتعلم إيه هو كيف تدير الموارد البشري، ولكن الدراسة نفسها هي دراسة نظرية. ممكن تلاقي واحد أصلاً فاتح محل أو سوبر ماركت لم يتعلم ولكن بيديرها بأكبر بكتير منك. فالموضوع لازم ان انت، نعم انت بتدرس فهتستفاد انك تدير ازاي الناس، ولكن من المهم جدا ايضا انك يكون عندك الخبرة في المجال ده، انك تتعلم ايضا ادارة المشروعات، تبقى انت عارف المشروعات بيتم ادارتها ازاي. ادارة المشروعات هتساعدك كتير جدا جدا، فحاول انك تدرس ادارة المشروعات، تنزل الكتب بتاعتها، وكذلك ادارة الموارد البشرية، لانك بخلاف المشروع انت كمان في ناس هتشغلهم، فازاي هتديرهم، ازاي تنشطهم، ازاي تحفزهم. كل هذه الأمور هتساعدك على إدارة النشاط التجاري بشكل ناجح. إذن خبرتك في العمل والحياة، ثانيا الدراسة لإدارة المشروعات، ثالثا إدارة الموارد البشرية، كل الحاجات دي هتساعدك على التطوير بإذن الله لما تيجي تفتح السوبر ماركت إنه يحقق النجاح المقبول. تخصص الاستثمار والتمويل هو من أدبي ولا من علمي؟ هو من التخصصات اللي بتقبل من الأقسام الأدبية والعلمية، لأنه من الأقسام التجارية، ولذلك هو يقبل من التخصصين والقسمين. هل تخصص الموارد البشرية مطلوب في سوق العمل؟ نعم مطلوب وبشدة، لأن مفيش مؤسسة أو منشأة لا يوجد فيها قسم إدارة الموارد البشرية، طبيعي وده حاجة موجودة، لأن مفيش منشأة بدون هذا القسم، فهو مطلوب ولكن للمتميزين والمتميزات، وسوق العمل بيقبل ده وبيقبل ده. وأرجوكم شاهدوا السلسلة اللي اتكلمنا فيها على هذه التخصص. هل ينفع أدخل تجارة خارجية من مدرسة التجارة، يقصد فني تجاري؟ نعم يمكن ده، لانك بتدخل تنسيق كليه التجاره، ولما تدخل كليه التجاره انت خلاص دخلت كليه التجاره، فممكن بعدها تدخل اي قسم زي تجاره خارجيه او محاسبه او اداره، ده كل ده متاح قدامك. هل لو جالي تدريب في شركه الكهرباء هل التدريب فيها يستحق؟ ليه تروح لو هو مرتبط بمجالك؟ لو انت مثلا مجال المحاسبه وجالك تدريب في شركه الكهرباء محاسب مثلا في قسم المحاسبه، ليه لا؟ يعني لا تستصغر هذا التدريب، لانه تدريبه مجاني، احيانا كمان بيدفعوا لك، فليه لا؟ لو رحت هناك ولقيت الموضوع مش مفيد بالنسبه لك وبتلم ورقه وقاعد جنب موظف خايب مش بيديلك اي معلومه، خلاص خد بعضك وامشي. ولكن تقول لي يستحق او ما يستحقش؟ اكيد هيستحق، حتى تكون عرفت ان الشركه دي مش هتساعدك او ما فيهاش اي حاجه تستحق، اكيد هتكون عرفت المعلومه دي منهم، فاكيد كل هذه الامور تستحق. حاول انك بس تبص هل هي مرتبطه بمجالك او لا، او روح وجرب بنفسك. هل نقابة التجاريين بتقدم خصم في المدارس الخاصة؟ اللي انا عارفه انه للأسف ده لا يوجد، لانه غير معترف بها في اغلبية مثل تلك المدارس الخاصة الكبيرة. هل خريجين علوم يقدروا يشتغلوا في التأمين الطبي ولا لازم طب وصيدلة؟ نعم في بعض الشركات التأمين الطبي بيشغلوا خريجين علوم، لان بيكون عندهم فكرة الدراسة للأحياء وخلافه، فممكن يشتغلوا في مراجعة المطالبات، نوريهم النو هاو او الطريقة فيقدروا يشتغلوا بيها، فلا ليهم فرص عمل موجودة في سوق العمل ويقدروا يشتغلوا في التأمين الطبي. هل دبلومة المصارف والبنوك مهمة ولا الأهم هي الام بي اي؟ لو انت شغال في بنك فتاخد الاثنين هيكونوا حاجة كويسة بالنسبة لك، لو انت حابب انك تاخدهم عشان تدخل وتشتغل في بنك فلا ده ولا ده هيكفل لك انك تدخل في بنك. طب ادخل في بنك ازاي؟ اولا لو انت تدخل كحديث خبرة انك تقدم على الوظائف المتاحة، في الغالب تلقى كاستمر سيرفيس وتعدي الاختبارات وتنجح وربنا يعينك. لكن المتقدم الخبرة بقى اللي هو شخص experience او شخص لديه خبرة في المجال، فمن المهم جدا ان هو يختار مجال معين ويقعد فيه عدد من السنوات وياخد ساعتها بقى دبلومة المصارف والبنوك والام بي اي، فربنا يكرمه باذن الله في وظيفة. مفيش مقارنة ما بين ده وده، الاتنين متاحين والاتنين من الحاجات اللي لو انت شغال في بنك هيفيدوك جدا جدا في شغلك.
هل دراسة المواد داخل قسم نظم والمعلومات كلها بالإنجليزية ولا مواد معينة؟ لو حضرتك داخل بالقسم العربي في الغالب هتكون كلها بالعربي عدا بعض المصطلحات عدا بعض المواد في الغالب مادة أو مادتين عشان ينبهك لاستخدامها باللغة الإنجليزية، ولكن أغلبية المواد بتكون باللغة العربية. وكذلك لو دخلت القسم الإنجليش فأنت اعرف أنت داخل أولا على قسم إيه، وعلى هذا الأساس هتقدر تبقى أنت عارف الدراسة بتاعتك باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية. هل سأستفيد من دراسة المحاسبة عن بعد في ظل انشغالي؟ لو أنت لديك القدرة على فكرة الدراسة الأونلاين أو الدراسة عن بعد ممكن، بس ده بيعتمد على الشخص. في ناس مش بتعرف إنها تستطيع الدراسة بشكل عن بعد أو أونلاين، وفي ناس تانية لا بتستطيع القدرة على هذا العمل. ففكرة الانشغال دي بترجع لحضرتك لو هتقدر توفق ما بين ده وده ممكن. لو لن تستطيع الدراسة عن بعد وكمان انشغالك، فحاول إنك تجد وسيلة إنك تدرس بشكل فعلي. هل كلية التجارة جامعة القاهرة أفضل أم كلية التجارة جامعة عين شمس؟ وإيه أفضل شهادة جامعية منهم مطلوبة في سوق العمل؟ الاتنين مطلوبين في سوق العمل ولا يوجد أفضلية، وإن كان بيتم النظر لكلية التجارة جامعة عين شمس إنها أصعب فبيبصوا إن خريجها أجود، ولكن ده طبعا ده كلام نظري. على أرض الواقع الاتنين مطلوبين، على أرض الواقع مفيش فرق كبير، الفرق في التقدير. فلو أنت عارف إن جامعة عين شمس أصعب فجامعة القاهرة تتخرج بتقدير أسهل، فدي برضك بالنسبة لك هتكون تركية حلوة. بدل ما تتخرج من عين شمس بتقدير مقبول، لا أنت ممكن تتخرج من جامعة القاهرة بتقدير جيد أو جيد جدا. فدي من الحاجات التي من المتوقع أنها تكون هامة جدا في سوق العمل، فكرة التقدير وفكرة كمان القرب من المكان. لو المكان بعيد يعني الأمور نيوترال أو حيادية في سوق العمل، فحاول إنك تركز على أكتر مكان هتقدر تجيب فيه تقدير واللي أقرب ليك عشان تلحق تروح بشكل سريع بدون فترة طويلة. هل لازم أعمل الكفر ليتر أو خطاب التغطية بي دي إف؟ نعم يفضل جدا، لأن نسخة الوورد بتبوظ لما بتروح من مكان لمكان، لأن أنا شغال بأوفيس 2017 هو شغال بأوفيس 2007 وهكذا فبتبوظ، فلازم تبعتها بي دي إف. لازم نحط فيها شهادة الجيش والبطاقة الشخصية، لا يفضل يعني ليه تحط الكلام ده، ما تحطش البيانات دي لأنها كمان بتتقل الملف. اكتفي فقط بالكفر ليتر بالطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها علشان يكون لديك القدرة على إرسالها بطريقة مظبوطة. لو سمحت، هل لو اشتغلت مصرفي اقدر انقل بعد كده لشركه كبيره؟ ايه اللي هيمنعك انك تنقل لشركه كبيره؟ لكن الفكره والتريك انك ساعتها هتنقل على ايه؟ لو انت مصرفي اشتغلت مصرفي كاستمر سيرفيس او خدمه عملاء تيلر او صراف، ايه هي الشركات اللي بعد 10 سنين 15 سنه من شغلتك في دي هتقبلك؟ ما عندهمش ولا قسم صرافه ولا قسم خدمه عملاء، حتى لو فيه هو مش مرتبط بالبنوك. غير لو انت كنت شغال في بنك فيه اقسام زي اداره الموارد البشريه او التسويق، ساعتها ممكن تنتقل لشركه اخرى في هذه الاقسام. ولذلك حاول تعرف ان العمل في البنوك ترك شويه خاصه في الفروع لانه احيانا بيدفن الاشخاص. بالنسبة لكليات الـ FMI والـ MIS، هل لو طالب كل الشروط بالنسبة له موجودة اللي هي عبارة عن مجموع اللغة الإنجليزية ويقدر يدفع المصاريف وكل ما عدا ذلك إنه عاد السنة، هل ده مرفوض؟ لأ، هو بس بيشترط إن حضرتك حاصل على الثانوية وإنك جايب التقدير والمجموع وجايب مجموع اللغة الإنجليزية وقادر تدفع الفلوس. هيحتاجوا إيه تاني؟ حتى لو سقطت سنتين أو ثلاثة مفيش أي فرق خالص، إن شاء الله تتقبل. هل لو حد في التجارة انجليش تقدير جيد ليه فرص عمل بالبنوك؟ نعم له فرص عمل بالبنوك، لان البنوك بتطلب انه يكون على الاقل تقدير جيد. هل طبيعة العمل صعبة لشخص بيجهد بشكل بسرعة؟ نعم، الحقيقة العمل في الفروع بالتحديد صعب جدا، والعديد من البنوك العاملين فيها بيقعدوا لفترات طويلة جدا، وضغط شغل ما بين عميل لعميل لعميل، وفي بعض العملاء بيكون صعب. فنعم طبيعة العمل بتكون صعب خاصة لو انت عندك اجهاد بشكل مستمر وسريع. السلام عليكم، هل لديك نماذج لاختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؟ لا يوجد عندي، وأنا أنصح حضرتك ألا تبحث كثيرا، لأن الجامعة الأمريكية بتغير النماذج بشكل مستمر وعندها عدد كبير جدا من النماذج. ولذلك حاول إنك تبحث على كيفية الإلمام باللغة الإنجليزية، حاول إنك تعرف بإنك يجب إنك تبحث عن أبرز القواعد المرتبطة باللغة الإنجليزية في الغالب بيتم سؤالك عليها زي ما احنا شرحنا في الفيديو الخاص بالاختبار. وحاول إنك دايما تركز في الليسننج، ده هيساعدك أكثر بكثير من هذه النماذج التي لن تجدها ولا تعتمد عليها أرجوك.
هل الكلام عن تخصص إدارة الأعمال من حيث المزايا والعيوب مقتصر فقط على مصر ولا بصفة عامة بالعالم؟ لا، بصفة عامة على الوطن العربي أغلبه، في ظل هذا الأمر يعتبر هذا المجال من ضمن المزايا والعيوب، ولذلك حاول أنه ينطبق عليك في ليبيا وأغلبية الأماكن في الوطن العربي. هل ممكن بعد ما أخلص تجارة أعمل معادلة وأخش كلية إعلام؟ يعني غير مفضل تماما انك تعمل ده، لانك مش هتقدر تعمل معادله، لان كليه اعلام اعلى في تنسيقها من كليه التجاره. لكن لو انت مهتم بالاعلام ممكن تاخد دبلومه في الاعلام وتمشي في مجال الاعلام وربنا يكرمك باذن الله تعالى. ولكن فكره دبلومه واعمل معادله وادخل تاني كليه الاعلام غير مفضلة تماما، بل استمر فقط في كلية التجارة وانت خلصتها، ادخل بعدها في مجال من مجالات الاعلام، ومن ثم يمكنك انك تأخذ دبلومة او اي ما يكون مرتبط بكلية الاعلام، هيكون مناسب جدا ليك. هل ممكن طالب كلية التجارة شعبة إدارة أعمال يشتغل في مجال المحاسبة؟ نعم، والعكس كمان مظبوط. لكن أنت خلاص اتخرجت، أنا دلوقتي خريج إدارة أعمال، أعمل إيه عشان أشتغل محاسب؟ لازم أولا بعد التخرج تاخد دبلومة في المحاسبة علشان تعادل فكرة إن أنت خريج إدارة أعمال. ثانيا انزل اتدرب في أي مكاتب للمحاسبين وحاول إنك ترضى ولو بأقل حاجة، علشان أنت هيبصولك إنك غريب في المجال لانك خريج ادارة اعمال. وبعد كده ان شاء الله تحاول انك تسعى انك تدخل اي شركة. خلاص اشتغلت، خلاص ثبتت اقدامك في مجال المحاسبة، خدت الشهادات، حاول انك تاخد شهادات اكاديمية او مهنية زي السي ام اي وخلافه مرتبطة بالمحاسبة، ربنا يكرمك ان شاء الله وهتجد فرص عمل باذن الله في مجال المحاسبة، وهتقول باي باي لتخصص الرئيسي وهو تخصص ادارة الاعمال. هل ممكن استخدام الهاتف في مزاولة مهنة الديتا انتري او مدخل البيانات؟ لا يفضل، لانك هتبقى مطلوب منك لابتوب او حاسب علشان هتقدر تكتب عليه، مهما كتبت بيه الموبايل فانت محتاج قدامك حاجة تانية عشان تنقل منها، ولو ده موجود كمان مش هتقدر بشكل سريع وده مش هيكون متاح. ممكن بعض المؤسسات تقولك اشتغل عليه، ولكن مش هتقدر تظبط، لان هيكون منك مطلوب مثلا ملف وورد او ملف اكسل تكتب عليه، فمهما تكتب وتنزل البرامج دي على الموبايل مش هتقدر تظبط التنسيق، فلازم باستخدام حاسب او لابتوب. هل من المفيد دراسة ماجستير تجارة دولية وانا عندي اجازة بيولوجيا؟ هل لديك اقتراحات؟ يعني حضرتك لديك مجال البيولوجيا، ايه هو علاقته بالتجارة الدولية؟ الا لو حضرتك كنت شغال في شركة او مؤسسة لديها اهتمام بالتجارة الدولية وبتصدر وبتستورد، فده هيكون مناسب ليك. لكن لو مش مناسب ليك او انت مش بتبيع هذه المجالات، يفضل فقط انك تركز على هذا المجال، والدراسات العليا المرتبطة بهذا المجال هتكون أفيد لك وأقيم لك من هذا الأمر. هل نقابة التجاريين دخلها قليل؟ نعم، الحقيقة إن نقابة التجاريين بالنسبة للمعاش يعتبر الدخل قليل، وللأسف هي واحدة من العيوب اللي بنصح الناس إنها لا تدخلها نقابة التجاريين، إنها للأسف لا يوجد ليها معاش محترم، وكذلك محترم من حيث القيمة، وكذلك ان حضرتك بتدفع على مدار سنوات طويلة وفي العائد بيكون قليل، ولذلك لا انصح الناس انها تشترك في نقابة التجاريين. هو ما ينفعش ادخلها بعد ادبي او فني صناعي ادخل قسم ادارة الاعمال؟ لا، ممكن اعتقد على حد علم انك تدخل كلية التجارة، فلو ده متاح ليك ممكن انك تدخل قسم الادبي وتدخل قسم ادارة الاعمال باذن الله. هل ينفع اعمل دراسات عليا حتى لو جايب مقبول؟ نعم، يمكن انك تعمل دراسات عليا، ولكن هتبدا بدبلومه في جامعه زي جامعه عين شمس، يمكن انك تدخل على، لو انت جايب مقبول بيشترط انك تاخد دبلومه، والدبلومه بتبقى مدتها سنتين، وبيشترط انك تخرج منها على الاقل جيد جدا، فهو بيربطك من الناحيه دي. فبعد ما بتخرج بجيد جدا من السنتين ساعتها ممكن تقدم على الماجستير والدكتوراه. أغلبية الأماكن بترفض إن حد خريج مقبول يقدم في الماجستير أو الدكتوراه، فحاول إنك تعرف إنك هتكون مطلوب منك في البداية دبلومة من هذه الجامعة قبل الانضمام إلى الماجستير، وبيشترطوا كمان إنك تخرج منها بتقدير كبير، فخلي بالك كويس من هذا الأمر. هل ينفع اشتغل في مجال المحاسبه وانا اصلا تسويق؟ نعم، ممكن تشتغل في مجال المحاسبه وانت اصلا تسويق، لو خلاص ندهدك ندهت التسويق، انت خلاص حبيت التسويق، مع السلامة قسم المحاسبة، خلاص بعد التخرج ان شاء الله اتجه لمجال التسويق وخد دبلومة في التسويق واشتغل على الكورسات الخاصة في التسويق، وقول وداعا لقسم المحاسبة، ولكن كمل دلوقتي في الكلية لآخر سنة وما تحولش من دلوقتي، لان خلاص
الموضوع انتهى، وممكن ومش محتاج ان انت تعيد السنوات دي تاني، ما تضيعش سنوات من عمرك، لانك بتقول مع العلم اني بدرس محاسبه من اول سنه لحد اخر سنه، حتى لو درستها لاول سنه لاخر سنه هتتعلم تاني ان شاء الله بعد التخرج، لكن من المهم جدا انك تعمل التحول ده وتجيب شهادات بعد التخرج باذن الله في مجال التسويق. هل ينفع ادخل اداره الاعمال من ثانويه ازهريه؟ اللي انا عارفه ان لو كانت ده موجوده في الجامعه الازهريه موجود. لو انت حابب انك تخرج من الثانويه الازهريه وتدخل جامعه حكوميه، اعتقد ان ده هيكون متاح، وتدخل وفقا للتنسيق. انا ما عنديش حاجه معادله التنسيق ما بين الازهر والتنسيق العادي، لكن اللي انا عارفه ان الجامعات الازهريه كليه التجاره فيها قسم اداره الاعمال، فممكن تدخلها من الازهر. هل إدارة المشروع محتاجة فعلا إدارة الأعمال، ولا تكفي التعليم الذاتي؟ وهل إدارة الأعمال هتفرق عن التعليم الذاتي؟ مرة تانية، لو كان عند حضرتك المشروع، نعم إدارة الأعمال هتفيدك على المستوى الإنساني، ولكن إدارة المشروع تحتاج حاجات كتيرة جدا. بتحتاج إنك يكون أصلا عندك خبرة في المجال معين، إنك بتستطيع القدرة على هذا المجال، إنك عندك الخبرة فيه. كمان إن إدارة الأعمال لازم تدرس كمان المورد البشري، إزاي تدير المورد البشري. مجال إدارة المشروعات من الحاجات المهمة جدا جدا، لو أنت محتاج تدير مشروع أو تستفتح مشروع، فكل هذه الدراسات مهمة. لكن الدراسات في الغالب هتكون نظرية، لكن لازم انك تطبقها بشكل عملي، والتطبيق ده هو اللي هيكون تحدي ليك. هل هتفرق إدارة الأعمال عن التعليم الذاتي؟ لو جبت الكتب وقريتها مش هتفرق كتير، لأنك المشروع ده خاص بيك مش هتقدمه لحاجة. لكن لو هتدير مشروعات في مؤسسات هيكون محتاجين ساعتها شهادة. أما لو أنت بتدير مشروعك الخاص فامي بيزنس أو مشروع عائلي، مش هيكون مطلوب من حضرتك أو حضرتك أي شيء بخلاف إنك تتعلم هذه الأمور من التعليم الذاتي. هو أنا لازم أخد كورس غير الإنجليزي ولا عادي؟ بيقصد تخصصات إدارة الأعمال، قلنا من ضمن الكورسات المهمة هو كورس لغة إنجليزية، وما كنتش بتكلم على كورسات اللغة الإنجليزية ككورس، ولكن فكرة تعلم اللغة الإنجليزية لازم تكون مهمة. إدارة الأعمال هي واحدة من التخصصات اللي بتركز على اللغة الإنجليزية وبشدة، ولذلك حاول أو حاولي إنك تركز على تطوير اللغة الإنجليزية سواء بكورس أو من غير كورس، لازم تطورها. بالنسبة لسؤالك، في كورسات أخرى بخلاف اللغة الإنجليزية عاوز تاخد كورسات، خد حاجات في الأوفيس مثلا، ولكن أنا أنصحك الحاجات دي تلاقيها كتير على الإنترنت وعلى اليوتيوب، هتساعدك كتير جدا جدا إنها تطور من نفسك. فحاول إنك ما تتوقفش فقط على انك تاخد كورس او انت مسميه كورس فقط، لا، طور من نفسك بشكل مستمر. اللغه الانجليزيه كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، مهارات الاوفيس بالكامل من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تركز عليها. لو انا من سياحه وفنادق اقدر ادخل تخصص اداره الاعمال؟ لو حضرتك ثانويه تجاريه او فنيه ممكن انك تدخل كليه التجاره، لو جالك التنسيق بتاعها هو منها تدخل مجال اداره الاعمال او قسم اداره الاعمال، ولكن لو التنسيق بتاعك مش بيجيب لك كليه التجاره فلن تستطيع دخول قسم اداره الاعمال. هل ينفع ادخل مجال اداره المشروعات وانا خريج تجاره؟ نعم، اداره المشروعات من التخصصات والمجالات اللي بتقبل من خريجين تجاره وخريجين الهندسه، ولذلك هي من الحاجات اللي ممكن تدخلها. ولكن لو انت هتدخلها حاول انك تاخد بي ام بي، حاول انك تدخل دبلومه في اداره الموارد البشريه المشروعات علشان يساعدك هذا الامر في دخول هذا المجال باذن الله.